ان شاء الله كامل تكونوا بخير. وصفه تاع اليوم هي عصير برتقال مع الليمون، يعني الوصفه سهله وما فيها والو. هنايا عندنا حبه برتقال مع حبه ليمون، كنت قطعتهم بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. وعندنا لهنايا كاس سكر، وعندنا لتر تاع الماء، يعني السكر على حساب الذوق تاعكم. نبداو على بركه الله. نحط لهنا البرتقال مع الليمون، بسم الله. تقدروا تديروا الليمون والبرتقال جامدين، يعني تقدروا تخزنوا في المجمد وديروه جامد. نحط لهنايا السكر هكذا، والزيت نضيف نصف الكمية تاع الماء، بسم الله. الآن كما راكم تشوفوا غلقت عليها ونخلط، بسم الله. الآن نصفي هذا العصير بالصفاية، بسم الله. نبقى هكذا نحرك حتى وين يهبط كامل. هكذا عصره مليح. الان هذا اللي قعد لنا نعاود نرجعه للميكسر هكذا، ونزيد نضيف عليه الماء متبقي، ونعاود الميكسه. بسم الله. نعاود نصفيه، بسم الله. هاوليك راهو وجد لي العصير، يعني طريقه سهله وما تاخذلكمش الوقت بزاف. شوفوا القوام، يعني صدقوني هذا العصير بزاف هايل وراح يعجبكم بزاف. الان دخلوا للثلاجه باش يبرد، ومن بعد تشوفوا في كؤوس التقديم. هاوليك بعد ما برد العصير قلت له هنايا حطيته في الكاس وزينته، يعني صدقوني هذه الوصفه بزاف هايله وراح تعجبكم بزاف، ونتمنى تجربوها. في الاخير نقول لكم شاركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. قلكم سلام، نتلاقاو في وصفات اخرى.